les explosions ont retenti. مباراة ودية بين فرنسا وألمانيا تتحول إلى مشهد دام طغت فيه رائحة الموت على روائح العطور الباريسية، حيث تعرضت باريس لهجمات من قبل انتحاريين في أماكن متعددة وفي وقت واحد، فتحولت ليلتها إلى كابوس أقض مضجع أوروبا كلها. وعلى عجل ينسحب فرانسوا هولاند من الأستاذ الدولي، فيما كانت سلسلة الهجمات متواصلة، ولا يزال المنفذون يحتجزون رهائن، فيدخل مسلحون إلى قاعة حفل موسيقي ويحيلون المشهد إلى تراجيديا حقيقية على مسرح باتكلان. مسلحون يرتدون أحزمة ناسفة ويستخدمون أسلحة الرشاشة، وتستمر الضربات فيقوم آخرون بإطلاق النار على مرتادي مطعم ياباني قريب، فيصل عدد المناطق المستهدفة إلى 7 مخلفة 140 قتيلا و250 جريحا، حالة معظمهم حرجة. إعلان حالة الطوارئ وتعليمات بعدم خروج الفرنسيين من منازلهم إلا للضرورة القصوى، واستدعاء للجيش وإغلاق لأغلب شبكات المواصلات، وإجراءات مشددة على الداخلين والخارجين إلى فرنسا ومنها. دوليا لاقت الهجمات استنكارا شديدا، وأعربت الدول الأوروبية عن وقوفها إلى جانب فرنسا بالتزامن مع رفع أقصى درجات الحذر والحيطة في أغلب دول أوروبا وفي أمريكا. باريس تتشح بالسواد، ويخرج فرانسوا هولاند مطالبا بالوحدة، في حين يتساءل المراقبون عن ضربات فرنسا الاستباقية وعن أجهزة المخابرات التي كانت تتوقع هذه الهجمات قبل حدوثها. إرهاب مهد له مفتي بشار الأسد أحمد حسون قبل 3 سنوات، عندما توعد أوروبا وأمريكا بتفجيرات تطال كل من يقف ضد نظام الأسد. أول قذيفة على سوريا فلبنان وسوريا، سينطلق كل واحد من أبنائها وبناتها ليكونوا استشهاديين على أرض أوروبا وفلسطين. ثم يأتي تنظيم الدولة الإسلامية ليتبنى التفجير ليعقد المشهد السياسي والأمني.